بسألكم شخص شخص، كم طلب توظيف عندكم من أهالي الدائرة؟ سمعوني أصواتكم. عيسى الغاضي اللي عنده طلب توظيف يرفع يده، رفعوا أيديكم لا تستحون. 502 موظف في إدارة هيئة الكهرباء والماء أجنبي توظفه بعقود لمدة 30 سنة، وذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية. تكلفتهم المالية 6 مليون دينار بحريني، ما يستحقها المواطن البحريني أو اللي يبي يحصل على شغل أو وظيفة. 2017-2018 وزارة الأشغال 100 موظف أجنبي تجاوزت أعمارهم 60 سنة، 60 سنة بتكلفة من ميزانية الدولة 1 مليون دينار بحريني، بوظائف فنية ممكن أن يشغلها أي خريج ابتدائي مو بثانوي ولا بجامعي.